والله هو فني، هما غادي في فرنسا راهو التسعة من التسعة 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 ونص مازلت الدنيا ضاوية نهار مش كيما لهنا فهمتني. أيوة. هو العشرة وربع تضرب نتاع الليل بالضبط في ساحة في ألما موجودة حتى بتتا باش في منطقة غادي. منطقة ألما نورمالمون هك اي في غرونوبل غادي في ألما اي هذا في الشارع في الشارع الكبير هو وصاحبه عنده تروتينيت هو مروح يبعد 150 متر على المدرسة اللي يقرا فيها والفوايل اللي بات فيه هو راه ما عنده حتى شيء وعنده عام اللي مشى غادي وعصابة يتهركوا في بعضهم ولا شنو صاحبه جو فيه كارتوشتين وجو فيه خمسة منهم واحدة في راسه نحوال وامت حسب ما نسمعوا ايوه حسب اللي تقري فيه يعني هو غادي. يعني هو مروح على روحه باش يروح للفوايل هو مروح على روحه على تروتينات وهم ثلاثة أولاد مع بعضهم واحد مناع وزوز الضرب وأكثر واحد الضرب سيف جو فيه خمسة كارتوشات رم خمسة منهم واحدة في راسه واحدة في راسه بقيت 48 ساعة باش نحوله راه تنحى تامل